وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين. أوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أنه بناء على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحث الملف والتقصي حوله، مبينا أنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقييد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.